كما قال المتنبي، وإذا غامرت في شرف مروم فلا تقبل بما دون النجوم. يثبت المواطن في العالم العربي وفي بغداد وفي فلسطين وفي مصر وفي الأردن أنه يعود أقوى وأفضل ومتمسك أكثر ببلده وفي ترابه وفي كل ذكرى. عشان هيك اليوم بنشوفك بدل المكتبة صار خمسة ومقهى، وعم بتمدد هاي الحالة الثقافية والمميزة في العالم العربي. بتشوف أنت أنه من خلال أو بعد التفجير زاد عدد الزائرين أم قل؟ فبعد 2003 ما كان هذا الشارع بهذا الجمالية، بعد الانفجار صار بهذا الجمالية، لذلك صار قبلة لكل العوائل العراقية وكل المثقفين ومن كل مكان. احنا اتينا من مصر ومن الاردن ومن فلسطين لشارع المتنبي. كل الوفود العربيه تجي، كل الزائرين اول ما يفكروا ويجي لشارع المتنبي. فالتفجير رغم انه هو احدث يعني فد يعني ندبه بقلوبنا وبقلوب هاي العوائل، بس بعد هذا التفجير صار نقطه الانطلاق، صار قبل هذا الشارع. ويوم بعد يوم يتطور، جمعه بعد جمعه. انت لو تجين يوم الجمعه يعني راد لك من راد شارع لهنا اكثر من نص ساعه يلا تقدرين توصلين لهذا المكان. وهذا خير دليل انه احنا أكيد. احنا ما نموت. احنا بخير. سؤالي ليك، يعني احنا عارفين انه المكتبه يعني اللي انت موجود فيها الان، اولا تغير الشارع وتغير الزمن وتغيروا الناس، فما هي الانواع اللي موجوده الان في المكتبه ويقبل عليها الزائرين والمثقفين؟ التحول اللي صار الحلو انه احنا بذاك الزمن كنا يعني نشتغل على اللي هم اعمارهم فوق ال 50، اللي هم الاساتذه الجامعات والدكاتره والشعراء. اليوم نشوف انه اكو جيل من الشباب، وهذا الجيل انا اعتقد بعد مظاهرات تشرين 2019 بدا عندنا يطلع جيل شاب مثقف. فنشوف هسه احنا يوميا بالمكتبه نشوف اجيال يعني 16 17 سنه يدور كتب، يعني يصدمنا انه يدور كتب اكبر من عمره. وهذا 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 الشيء الحلو انه صار، يعني ذاك صار اكو تزاوج بين الفئات بشارع المتنبي، ما صار انه هذا الشارع او الكتب هي فقط للكبار بالعمر، لا هسه صار عندنا جيل قارئ. ياسر، هذا اللي تتحدث به.